بس بوبي فيلم كان حلو قوي بجد. عجبك؟ اوكي بوبي، انا عايزه اسوق زي البنت اللي كانت بتسوق في الفيلم. راح تعرفي تسوقي زيها؟ اوكي يلا يا ستي. زي الفل، وريني كده. ما فيكيش اي حاجه حبيبتي خالص. خير يا دكتور؟ طمنا. طمن يا استاذ عيسى، الحمد لله الموضوع بسيط جدا ومفيش اي اصابات الحمد لله. امال هي ما بتنطقش ليه؟ ده وضع طبيعي للي تشك اللي حصل لها. انا اكتب لحضرتك على شويه ادويه، بس اهم حاجه ما تفكروهاش باللي حصل، وان شاء الله تبقى بالف سلامه. ان شاء الله يا دكتور، ان شاء الله ان شاء الله. ما حد يرد عليا يا جدعان، انا هنا ليه؟ طب فكوني نكلم راجل لراجل. طيب بدل ما اخدتوني على اخوانا كده يا جدعان، حد يرد. انت يا شاهي، انت اللي عامله فيا كل ده؟ طب ليه؟ عملت لك ايه؟ ما تردي. ما تنزلوش. انت عارف انت مشكلتك ايه يا داغر؟ انت محدود كده وفاهم الطموح غلط. الطموح مش بس عربيات وفلل وفلوس، ده شكل، والشكل سهل، انما المضمون ده مش سهل، مش أي حد يقدر عليه. المجتمع الكلاسي يا حبيبي لازم تبقى جزء منهم، ما بيحبوش الدخيل. بص عليا، بتكلم زيه، بتحرك زيه، عايشة زيه، ده أنا حتى بفكر زيهم دلوقتي. ده حتى الأكل اللي ما بحبوش علمت نفسي إن أنا أحبه. ده وقت ومجهود تتثقف وتتعلم. غير كده يا حبيبي هتبقى محدث زيك زي أي محدث، شوية وقت وتروح. يعني أنت عاملة الهلومة دي كلها وجايب العالم منفوخة دي ومعلقاني وربطاني عشان تقولي المواعظتين دول؟ كنت كلمني في التليفون. طب أحسن يا شاي، وفري على نفسك وقت حد. مفيش فايدة. بنزله ها؟